منطقة جميلة جدا وجمعية مميزة جدا وتقرير رائع جدا، الله يعطيهم ألف عافية الزملاء جميعا. بدي بس أذكر أسماء وأحيي كل اللي عم بتفاعلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك: رامز أبو عرقوب، أبو محمد الطعيمات، قتيبة الخشارنة، محمد المصري، أيوب أبو مصطفى، محمد القرعان، زكريا أبو خليل، عبد الله الحوراني، وأبو العز العبيدي. أعزائي المشاهدين، التميز شيء جميل جدا، انك تتميز بين اهلك، بين رفقائك، بمهنتك على النطاق البسيط سواء وزاره او مدرسه، لكن ان تتميز وتميز وطن معك فهذا شيء جميل جدا. بدي ارحب بالاردنيه التي حصلت على جائزة خليفة التربوية، وهي المشاركة الوحيدة من الأردن ومن خارج دول الخليج العربي الشقيقة. قبل ما أذكر اسمها بدي أقرأ أنا الشهادة التقديرية: بناء على ما عرضته الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في إطار نتائج فعاليات الدورة 11 للجائزة، قرر مجلس أمناء الجائزة منح الأستاذة الدكتورة جواهر عبد الكريم الغويري جائزة التميز في فئة المعلم المبدع ضمن مجال التعليم العام على مستوى الوطن العربي. دكتورة جواهر، يعطيك ألف عافية وألف ألف مبروك وأهلا وسهلا فيك. الله يبارك في عمرك وأهلا وسهلا فيكم وصباح الخير. صباح النور، نورتينا وشرفتينا ورفعتي اسمنا كما دوما، الأردني المعلم، الأردني الطبيب، الأردني المهندس، أينما ذهب يرفع راية الأردن ويقدم دوما الأجمل والأفضل للجميع. إحنا اللي بدنا نقول لك شكرا. حضرتك بتدرسي بالجامعة الأردنية بمدارس الجامعة؟ صحيح صحيح، أنا معلمة علوم وكيمياء منذ 17 عاما، أعمل الآن في مدرسة الجامعة الأردنية وهي مدرسة تتبع لكلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية. نعم، طيب احكي لنا الآن عن الجائزة، المجال اللي استحقيتي فيها هذا كيف صار واشرحي لنا الموضوع أكثر. الآن أستاذي علمت عن الجائزة من خلال مركز عملي، من خلال مديري، إذ أن الجائزة قامت قبل فترة بعمل جولة على المؤسسات والوزارات في الأردن. نعم. جاء وفد من الإمارات وعمل جولة. نعم. على منها جامعتي. نعم. وتم إبلاغي أنه شو رأيي أشارك يعني. نعم. وتقبلت الفكرة وتشجعت لها، وبشهر 9 كان موعد التسجيل. نعم. سجلت بشهر 9، طبعا كان هناك عمل دؤوب من شهر 9 لنهاية شهر 3. نعم. وكان في هناك العديد من المهام والمعايير اللي كان لازم أتجاوزها حتى أفوز بهاي الجائزة. نعم. والحمد لله كان خبر فوزي في نهاية شهر 3، طبعا أبلغوني. أه. والحمد لله يعني الحمد لله. خبر أسعدني. طيب أنا عشان قبل ما أسألك شو كان شعورك بالفوز لازم أعيد عليك لحظة تسلمك الجائزة والفوز، خلونا نشوف مع بعض. مجال التعليم العام فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي بالسعودية. الدكتورة جواهر عبد الكريم الغويري، تخصص علوم، الجامعة الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية. الله الله، نعتز ونفتخر بكل إخواننا العرب، لكن بجوز بعرفش إذا طلع صوتي على الهواء لما قال المملكة الأردنية الهاشمية، فيعني أطول الإنسان دائما إلا يقول الله الله يديم علينا العز والأمن والأمان. آمين. يا رب العالمين. آمين. الآن بعد ما رجعناك إلى اللحظة شو كان شعورك؟ هو شعور فخر واعتزاز، اعتزاز أني أردنية واعتزاز أني أنا مثلت شعبي وبلدي أفضل تمثيل، وكنت متميزة مو فقط على مستوى الأردن أيضا على مستوى الوطن العربي. نعم. فيكفينا الحمد لله هذا الشعور أنه نرفع علم بلادنا بهيك جائزة. نعم. طيب بالحديث عن هيك جائزة، يعني من حتى من المنظر هاي إحنا عم نشوف الجائزة الآن على، والله أنا بدي أحملها لأنه بعدين هي ثقيلة كتير مثل سبيكة الذهب ما شاء الله ثقلها. مكانة الجائزة، إذا بتحكي لنا عن مكانة الجائزة
الآن جائزة خليفة التربوية هي جائزة يرعاها صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. نعم. ورئيس مجلس الأمناء في هذه الجائزة رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان. طبعا هذه الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التميز والإبداع ودعم التعليم في الإمارات وأيضا على مستوى الأردن بشكل عام والمستوى الوطن العربي أيضا بشكل عام. نعم. وهذه الجائزة أيضا من أهدافها تحفيز الطاقات الإبداعية لدى التربوية من خلال خلق جو تنافسي يرقب العملية التعليمية. نعم. وهي أيضا على مستوى الإمارات ومستوى الوطن العربي، وهناك نية إن شاء الله أنها تصبح عالمية، تسعى الإمارات لأن تكون هذه الجائزة إن شاء على الله. المستوى العالمي. طيب المعايير اللي يعني لما بسعوا أنها تكون عالمية أكيد معاييرها عالية جدا، ممكن نعرف شوية عن معاييرها؟ الآن عندما شاركت بهذه الجائزة علمت أنه كان هناك في 9 معايير يجب أن أجتاز هذه المعايير، وهي فعلا هي معايير عالمية. نعم. من هذه المعايير على سبيل المثال الكفايات التدريسية، القيادة، التقويم والتحصيل، التنمية المهنية، أيضا المبادرات الشخصية والمجتمعية، الالتزام الأخلاقي، التعليم والبيئة المستدامة، والدراسات والبحوث. تقريبا 9 معايير، وكان كل معيار لازم أعمل تقييم لمسيرتي خلال آخر 3 سنوات في التعليم. كل شيء بيكون موثق، يعني موثق من خلال صور فيديو، وأيضا رافقوا خلال الفترة الماضية تصوير حصص فيديو علوم من مدرستي من مختبري أونلاين. طبعا كانوا بيحضروها لجنة بالإمارات، وأيضا كان هناك مقابلات برضو أونلاين من خلال لجان في الإمارات كل فترة وفترة. طيب سفارتنا سفارة المملكة الأردنية الهاشمية، وقاعدين نشوف الآن إذا بتتفرجي معي، عملوا لك حفل تكريم وفخر، فعلا فخر، أنت فخر، ويعني اللي عملوه كله أنت بتستحقيه، لكن إحنا برضو بدنا نشكر السفارة على هاللفتة الطيبة اللي دائما ما بتغيب عن سفرائنا وسفاراتنا في الخارج. تحكي لنا عن حفل التكريم. الآن عندما وصلت الإمارات تلقيت اتصال وأنا بالفندق من سعادة السفير جمعة العبادي في الإمارات، من وجه له تحية كبيرة. صباح الخير سعادة السفير. نعم. وأخبرني أنه رح يحضر التكريم، وأيضا أنا بعرف مسبقا أنه رح يحضر التكريم الدكتور خالد الكركي وهو أحد أعضاء الله. مجلس أمناء. نعم. الجائزة. نعم. دكتورنا. نعم، وفعلا حضر التكريم، وفي نهاية التكريم دعوني وجلسنا جلسة أردنية مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الأردنيين في الجامعات الإماراتية. نعم. بالإضافة للأستاذ الدكتور خالد الكركي وسعادة السفير وبعض الدبلوماسيين من السفارة، وكان جميل. جلسة جميل. رائعة. وثاني يوم أيضا بلغوني الجمعية الأردنية في الإمارات مشكورين أنهم نظموا لي حفل تكريم بحضور السفير، وفعلا حضرت الحفل، وكان يعني حفل عن جد أسعدني جدا وأعطاني دافعية أنه أنا أشتغل أكثر حتى أميز. نعم. بلدي. وقديش انبسطت لما شفت أردنيين إجوا من الإمارات من مناطق بعيدة نائية حتى يجتمعوا فينا ونحضر، يعني يحضروا هاي الفعالية، وجلسنا يعني جلسة كثير كانت. نعم. رائعة ومميزة. والله الأردني يعني الجاليات الأردنية في الخارج، أي أردني بيسافر لمجرد أنه رايح سفر بيستقبلوه وبشيلوه عكفوف الراحة، فما بالك لما وأنت رافعة راية بلدنا واسم بلدنا ومكانة بلدنا العلمية ومكانة المهم في بلدنا الآن المعلم. ألا وهو المعلم. صحيح. المعلم الذي سوف نبقى نقف له تبجيلا. الآن فوزك أكيد خلى كل المعلمين المفروض يتشجعوا ويتحفزوا، وخاصة معلمين الأردنيين، إنهم يتقدموا لهيك جائزة ويتقدموا ويزيدوا من عطائهم ويزيدوا من تميزهم. أنت خير مثال إنه صاحب العطاء وصاحب التميز يقدر وينجح ويأخذ حقه في أن على الأقل أن ينال التقدير، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. شو بتحكي للمعلم الأردني، للطبيب الأردني، للمهندس الأردني، لكل أردني متميز لكي يتميز أكثر؟ فعلا يعني أنا علمت بعد انتهاء فترة التسجيل أنه أعداد كبيرة بالألاف شاركوا بهاي المسابقة، ومنهم أيضا على المستوى الأردني أعداد كبيرة سواء معلمين من وزارة التربية. نعم. أو من التعليم الخاص، وسواء في أيضا كانت هناك فئة بالجائزة البحث العلمي كان. نعم. أيضا أعضاء هيئة التدريس شاركوا من الأردن. والحمد لله لما أنا أكون الوحيدة اللي فزت فعلا هو أعطى حافز كبير للمعلمين. أنا. نعم. بعد ما رجعت إحنا يعني للبلد بحديثك عم نشوف صور الجماعية. نعم. نهاية الحفل. فبعد ما عدت على بلدي تلقيت
كمية اتصالات فعلا تفاجأت من أردنيين، تخيل، من الشونة، من جرش، من أماكن مختلفة ما بعرفهم، حاولوا أن يتواصلوا معي وبيخبروني أول شيء بباركولي لأنهم كانين مشاركين، في ناس منهم ما حالفت الفرصة، نعم. حبوا يباركولي، حبوا أيضا يستفيدوا من خبرتي، حبوا يطلعوا على ملفاتي. في بعض المعلمين أيضا من جرش هذيك اليوم طلبوا دعوة يجوا لعمان ويحضروا عندي حصص بمدرستي بالجامعة الأردنية. جميل. وأنا وعدتهم على أن ألبي الدعوة. في بعضهم أيضا طلب أني أعمل صفحة خاصة. كل واحد تواصل معك بدي أصبح يعني عليهم جميعا، بدنا نصبح عليهم ونقول لهم شكرا لأنه يسعوا للتميز. نعم نعم مهتمين، وأنا وعدتهم أنه راح أعملهم صفحة خاصة على الفيس أحط فيها خبرتي، تجاربي، ملفاتي، حتى إن شاء الله أنه السنة الجاي برضه بيكون في أردني متميز، لأنه من 5 سنوات ما في أردني فاز. أنت فزتي بجائزة أخرى بأنك ما رح تخبي شيء عن إخوانك وأهلك وأخواتك الأردنيين، بالعكس أنت رح تنشري هذا العلم وهذه الأفكار النيرة للجميع. طيب يعني الدكتورة المعلم الأردني، الدكتور الأردني، المهندس الأردني، المذيع الأردني، العامل بأي مهنة، الأردني أعني أينما كان بمهما عمل بتمتع بسمعة طيبة. صحيح. وبكل العالم وخصوصا بالخليج العربي بفضلوه وبرغبوه وبحبوا وجوده. ما الذي يميز الأردني؟ الأردني بشكل خاص بيتميز بصراحة بالإخلاص والأمانة بالعمل. أنا أقول لك مقولة سمعتها بعد التكريم، كان في حفل مأدبة غداء دعانا لها سمو الشيخ مبارك آل نهيان، فأثناء الجلسة كان في أعضاء هيئة التدريس ومعلمين من دول مختلفة، فكانوا يحكوا كل واحد إيش بيميز بلدهم. فلما سألوني عن الأردن بدي أحكي عن الأشياء بتميز الأردن، فإجا دكتور مصري قال والله أنتم الأردنيين تتميزوا بأنكم حاصلي الجوائز. حاصلي الجوائز، فشو بدك يعني أجمل من هيك رد تلقائي. نعم. فعلا الأردني وين ما راح متميز. يعني أنا هناك تشرفت لما تعرفت على أردنيين سواء في جامعات في مدارس متميزين، فهذا الأردني لما تصح له الفرصة البيئة المحفزة أكيد رح يكون مبدع. نعم. فإخلص بعملك وإن شاء الله رح تجد التقدير من من طبعا الناس والبيئة المحيطة فيك، أكيد. نعم. رح يقدروا عملك. نعم 100%. طيب نصيحة أخيرة للمعلم الأردني والمعلمة الأردنية عشان أبنائنا الطلبة هون. إحنا بتعرفي دوما سيدنا بيوجه الحكومات للشباب، رعاية الشباب، تعليم الشباب، حماية الشباب من الفكر المتطرف وإلى ما آخره، إلى ما لا نهاية من العناية بالشباب. فلكن دوما الشاب يبدأ طفلا والطفل يتأقلم ويتشكل في المدرسة. صحيح. إيش بنحكي للمعلم ولا المعلم؟ الآن بدي أصبح على كل معلم ومعلمة وكل مدرس في هذا الوطن الجميل، بدي أقول له نعم مهنتك شاقة لكن الجزاء إن شاء الله رح يكون من الله جزاء كبير. بدي أقول للمعلم الأردني حاول قدر الإمكان أن تؤمن بتميز طلابك. نعم. حاول أن توفر لهم بيئة محفزة للإبداع، شجعهم على الاستطلاع والبحث والاستقصاء. نعم. وإن شاء الله رح يكون الشباب الأردني متأمل يكون مبدع دائما وبيضع بصمته في كل الأماكن في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. الدكتورة جواهر الغويري المعلمة، وكلمة المعلمة لحالها على فكرة هي كلمة كتير كبيرة، لن أزيد عليها. ألف مبروك على الجائزة وألف مبروك يعني الجائزة لجامعتي أيضا، برضو من بارك للجامعة الأردنية ولمدارس الجامعة الأردنية بوجودك فيها، وإن شاء الله الحصاد يستمر والإنجاز يستمر والتميز يستمر. بشكرك كثير على وجودك معنا في هذه الصبيحة، الله يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا. هاي الجائزة عم نطلع عليها مرة تانية.